يتسابق النجوم على نشر صورهم وفيديوهات إلهم برفقة حيواناتهم، وش قد ما تحقق تفاعل عند الناس يصيرون الحيوانات نجوم همينة ويصير عندهم صفحات ومتابعين. نلاحظ أنه عدد قليل من نجوم العراق عندهم حيوانات، وسيف نبيل الوحيد بين الشباب اللي ينزل صور ويا كلبه وينشر ستوريات وهو يهتم بيه وبصحته. أما شذا حسون فآخر المنضمات للمجموعة، وكان سبق وعلنت عن وصول كلبتها جوي مؤخراً وفتحت لها صفحة خاصة على الإنستغرام. رحمة رياض عندها فيديو واحد ويا صخلة، وكتبت على الفيديو: حبيت الصخلة أريدها لكن طبعاً ما أخذتها. أما عند النجوم العرب فمعروف عن عاصي الحلاني حبه للفرس، وينزل دائماً صور وفيديوهات من مزرعته بلبنان. بينما نصيف زيتون فالكل يعرف عن أوليف اللي يرافقه بصوره بالبيت. إليسا عدها كلب اسمه ستار. أما نوال الزغبي فعدها أكثر من كلب، وأقربهم لقلبها كيكي اللي كانت مسويت لها صفحة على الإنستغرام بس رجعت مسحت الصفحة. الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة مغرومة بالببغاء الخاص بيها إينولا وتنشر صور وفيديوهات وياه. أما محمد رمضان فحيواناته مختلفة: أسد، نمر، فرس وكل أنواع الحيوانات المفترسة. لكن أكثر المشاهير اهتماماً بالحيوانات فهي ستيفاني صليبة اللي محاولة كلبتها فوكسي لبلوجر، والكلبة نشيطة على الإنستغرام أكثر من ستيفاني نفسها، صور وفيديوهات وبراندز ودلال كبيرة عيشة كلبة بيت ستيفاني. وأنتو شنو حيوانكم المفضل؟